زاوية حرجي. توترات جديدة تشهدها العلاقة الأمريكية التركية. فلم تكد تمضي أزمة التصريحات الأمريكية حول انسحاب قوات سوريا الديمقراطية باتجاه شرق الفرات حتى جاءت الولايات المتحدة لتقول إن تركيا اتفقت مع قوات سوريا الديمقراطية على تهدئة شمالية سوريا. الولايات المتحدة الأمريكية وعدت تركيا بأن تنسحب قوات سوريا الديمقراطية بعد أن سلمت مدينة منبج لمجلسها المحلي، وهو ما لم تحققه على الأرض وما أثبتته المعارك وصور الأقمار الصناعية. واليوم ها هي الولايات المتحدة تعلن مجددا على لسان الكولونيل جون توماس المتحدث باسم القيادة الأمريكية الوسطى أن الجانب الأمريكي تلقى تأكيدا بأن جميع الأطراف المعنية شمالية سوريا ستتوقف عن إطلاق النار وستركز على تهديد تنظيم الدولة. بالمقابل فإن الرد التركي لم يتأخر حين نفى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الاتفاق مشيرا إلى أن بلاده ستواصل عملياتها لحين زوال جميع التهديدات بما يكفل حماية الأمن القومي لبلاده. تركيا أيضا استدعت السفير الأمريكي في أنقرة جون باس للتعبير عن استياء الحكومة من التصريحات التي صدرت عن واشنطن بخصوص اتفاق الهدنة الشمالية سوريا. تصاعد الأزمة بين الحليفين التركي والأمريكي نناقشها في هذه الحلقة من زاوية حرجة، فأهلا بكم. مستمعينا، هل ستدير تركيا ظهرها للغرب؟ لمصلحة من يأتي هذا التوتر بين الحليفين؟ وما هي تداعيات الأزمة التركية الأمريكية على الملف السوري؟ هذه الأسئلة أطرحها على ضيفي في هذه الحلقة، المعارض السوري الأستاذ أنس جودة رئيس حركة البناء الوطني، والمحلل السياسي الأستاذ رائد جبر. أهلا بكم ضيفي الكريمين، وأبدأ معك أستاذ أنس، مرحبا بك. مساء الخير، أهلا وسهلا بك ضيفك الكريم. نعم أستاذ أنس، يعني بداية يبدو أن العلاقة الأمريكية التركية في توتر مستمر بعد أزمة الانقلاب الفاشلة في تركيا، كيف يمكن أن نقرأ هذا المشهد اليوم؟ في الحقيقة فعلا كما قلت، يعني اليوم هناك تغير كبير في المشهد الإقليمي، سببه بشكل رئيس محاولة الانقلاب الفاشل، وأيضا حتى محاولة تركيا قبل الانقلاب، للصراحة يجب أن نقول أن الأتراك يحاولون تغيير الموقف حتى قبل الانقلاب، كان هناك مؤشرات مختلفة عن المصالحة الروسية التركية، عن عدد من المؤشرات التي قام بها أردوغان لمحاولة تعديل الوضع الإقليمي، وجاء بعدها موضوع الانقلاب ليعزز، أو نتائج الانقلاب الفاشل لتعزز هذا التحول التركي، خصوصا بعد الاتهامات التركية للولايات المتحدة بدعم جولن وتغطيته، في إشارة مباشرة لنقول ربما بمساهمة أو بتغطية الولايات المتحدة لهذا الانقلاب. المهم اليوم أن تركيا بدأت تعي موقفها بشكل واضح، أنها في موقف حرج جدا، عليها أن تتخذ قرارا حاسما واضحا بتغيير موقفها، لأن عمليا أصبحت هي الوحيدة خارج اللعبة، أصبحت هي تركيا الخاسرة الوحيدة وأكثر الخاسرين ربما من تغير المعادلات الإقليمية وتغير المعادلات حتى العسكرية على الأرض، وهنا بدأت نتائج هذا التوافق. تأكيد لنقول أن العلاقة التركية الأمريكية محسومة بأن تبقى هذه العلاقة جيدة، لا يمكن لتركيا في النهاية ربما أن تخرج من الناتو أو أن تصبح عدوة للولايات المتحدة، بدليل الخطاب التركي اليوم، سقف الخطاب التركي أصبح قريبا من نفس الخطاب الأمريكي الذي يتحدث عن قبول رئيس الأسد في المرحلة الانتقالية، عن ضرورة أن يكون هناك حل سياسي في سوريا، الحديث عن الإرهاب، فهي تعريف تقريبا توازت مع الخطاب الأمريكي ولم تذهب لتصبح عدو له. على المقلب الآخر طبعا العلاقة الأزلية المشكلة مع الأكراد معروفة، والتوجه اليوم لبناء توافق، إذا لم نقل تحالف، توافق روسي تركي إيراني يؤدي إلى ربما إعادة تشكيل المنطقة. نعم نعم أستاذ أنس، هل تسمعني؟ نعم أسمعك. نعم.
نعم أستاذ أنس، اسمح لي سنعلق على هذه النقطة، ولكن اسمح لي أيضا أن أرحب بضيفي على الجانب الآخر أستاذ رائد جبر. أستاذ رائد مرحبا بك. تحياتي، مساء الخير لك ولضيفك الكريم. نعم أستاذ رائد، يعني لا أدري إذا كنت تتفق أو تختلف بأن تركيا الآن بدأت خارج اللعبة وهي في موقف حرج، ولكن ما يبدو ظاهرا ومتفق عليه أن هناك توتر في العلاقة التركية الأمريكية، كيف تقرأ هذا التوتر؟ نعم، بداية أتفق طبعا مع ما طرحه ضيفك الكريم قبل قليل. أريد أن أشير إلى أن التوتر الروسي، عفوا التركي الأمريكي، بدأ منذ فترة، يعني وليس وليد اللحظة وليس وليد حتى التدخل العملية العسكرية التركية الحالية. لنتذكر أنه الولايات المتحدة ماطلت كثيرا في سلبية طلب الرئيس أردوغان بفرض منطقة عازلة أو منطقة آمنة وما إلى ذلك، يعني هي عاقت بشكل أو بآخر هذا التطور. الولايات المتحدة دعمت تحرك سوريا الديمقراطية بمعنى إلى شرق منطقة الفرات، يعني هذا التوسع الذي أثار غضب الجانب التركي وأثار قلق روسي، وهذا هو جوهر الموضوع حاليا، أن هناك تقاطع في المصالح بين موسكو وأنقرة، ليس فقط لأنه انتهت الأزمة الروسية التركية، ولكن لأنه بالفعل هناك تقاطع جدي، الطرفان لا يريدان أن يتم تأسيس حالة يمكن أن تؤدي إلى إعلان كيان انفصالي في سوريا. في هذه اللحظة هناك تقاطع أساسي بينهما، ويعني الصمت الروسي حتى الطريقة الإيجابية، يعني إن صح التعبير، التي تعاملت فيها موسكو العملية العسكرية التركية، مؤشر إلى أنه هناك كان توافق تفاهم على ضرورة القيام بعملية واسعة من هذا النوع. إنما إلى أي مدى سيستمر هذا التقاطع وهذا التفاهم الروسي التركي، بمعنى أنه هل ستذهب موسكو للموافقة على فرض منطقة أمنة في المحصلة النهائية، هذا أمر يعني متروك يعني للتطورات الميدانية. لكن عموما أرى أن تركيا بالفعل، أتفق مع ضيف الكريم، أن تركيا لا يمكن أن تتخلى نهائيا عن خياراتها بأنها حليف ذاتي للولايات المتحدة وأنها عضو في حلف شمال الأطلسي. إنما في اللحظة الراهنة هناك تقاطع مصالح قوي مع موسكو، وهذا واضح على الأرض، وهناك مصلحة تركية كبيرة في الاستمرار بهذه العملية حتى لو تردد العلاقات قليلا مع واشنطن. نعم سأعود إليك أستاذ أنس، يعني وربما يتفق ما تفضلتما به مع ما طرحته اليوم مجلة الإيكونوميست البريطانية، أن أردوغان يعني وإن بدأ أنه يتوجه نحو روسيا، لكن ذلك لن يصل إلى مرحلة الفعل أو لم يصل حتى الآن، حيث أنه جزء من حلف الناتو وأن أمريكا أيضا تشكل له قيمة كبيرة أو تشكل لتركيا. لكن ما يبدو على الأرض أن هناك خلاف واضح في المسألة، دعنا نقول في جرابلس تحديدا، يعني تتحدث الولايات المتحدة عن قوات سوريا الديمقراطية وكأنها مسؤولة عن هذه القوات، في المقابل تدخل تركيا في المعركة ضد هذه القوات وتعتبرها منظمة إرهابية وأيضا جناح عسكري قد يؤدي إلى نشوء الكنتور الكردي، وهو ما يهدد أيضا أمنها القومي. كيف ترى ذلك أستاذ أنس؟ يعني يجب أن نعود ربما قليلا إلى الوراء لتحليل الواقع بشكل أوسع. تفضل. اليوم الولايات المتحدة هي القوة الأساس في المنطقة وفي العالم طبعا، هذه القوة الكبرى اليوم تحاول أن تشرف وأن تدير لعبة إقليمية بشكل رئيسي تتصارع فيها الدول الإقليمية على النفوذ. الولايات المتحدة تحاول أن تشرف على هذا الصراع بحيث أن تحتوي هذا الصراع بطريقة ما، وأن لا يتمدد إلى ليس فقط إلى مناطق أخرى، ولكن أن لا يكبر هذا الصراع ويبقى هذا الصراع بمعنى ما. وعندما تكون مصالح الولايات المتحدة مهددة مباشرة فهي تتدخل. ربما تدخلت اليوم مثلا في موضوع منبج وفي موضوع دعم المجموعات الكردية، لأنها عمليا تحاول أن توازن أو أن تكسب أو يكون في يدها الورقة الأكبر على الأرض بعد الصراع في حلب. يعني منذ ربما جولة جنيف الماضية كان واضح أن الولايات المتحدة ليس لها هم في موضوع حلب، وإنما الصراع هو إقليمي بشكل رئيسي بين إيران و
وتركيا والسعودية على محاولة السيطرة على حلب. يعني الولايات المتحدة برأيك، نعم برأيك أستاذ أنس، أن دعم الولايات المتحدة لقوات سوريا الديمقراطية، والتي ربما وصفتها عدة تصريحات لمسؤولين أمريكيين بأنها الحليف الموجود على الأرض القاتل القادر على محاربة تنظيم الدولة، ليست إلا مناورة باعتبارها ورقة رابحة قد تستطيع أن تناور عليها في المستقبل؟ لنقول أنها مناورة استراتيجية، يعني نعطيها بعدا زمنيا واستراتيجيا أكبر، ليست مناورة صغيرة المدى، هي مناورة طويلة المدى. والولايات المتحدة كانت واضحة بأنها تقيم هذا التعاون العسكري فقط مع الأكراد، وليس تعاون بالمعنى السياسي، معنى أنها لا تدعم موضوع الكيان أو أن يكون هناك فيدرالية وغيره، لا يهم هذا الأمر. كانت واضحة تماما أنها تتعاون مع الأسايش، مع القوات العسكرية المسلحة للأكراد لتحقيق أهداف معينة، وهي السيطرة على مناطق الأرض أو تحت حجة محاربة داعش. طبعا لأنه لا أحد يحارب داعش بشكل جدي، الجميع يحتج بداعش ليحتفظ بأوراق على الأرض. نعم نعم فهذه العلاقة، هذه العلاقة اليوم كما نقول هي علاقة يعني مناورة استراتيجية، هي علاقة طويلة المدى، ولكنها لن لا يعني لا نتحدث عن حليف استراتيجي طويل المدى. هذه مشكلة الأكراد، أنهم في النهاية سوف يكونون كبشا لجميع القوى الموجودة على الساحة. نعم بالنسبة للتواجد بالتأكيد لن يرضى أحد بوجود منطقة عازلة تديرها تركيا، ولا حتى الولايات المتحدة، ولا حتى روسيا، ولا السلطة، ولا إيران. عمليا اليوم هناك رأس حرب فقط تم التوافق عليه في جرابلس، مقابل التوافق على موضوع الأكراد وعلى موضوع أن تبدأ تركيا بإغلاق الحدود ومنع دخول المجموعات المسلحة إلى سوريا. الخط الأساسي الذي يمكن أن نعرف فيه هذه المرحلة هو توافقات الضرورة المرحلية، ولا نتحدث إلى حد الآن عن تحالفات استراتيجية، ولكن الواقع السوري واقع متغير جدا، رمال متحركة جدا، ولا يمكن لأحد أن يتحكم بضوابط الأمور، ولا حتى الدول العظمى لديها قدرة على التخطيط ربما لأكثر من شهر أو عدة أشهر. وبالتالي فعلا لا يمكن أن نحدد هذا الانزياح التركي هل سيصبح استراتيجيا أم لا وفقا لواقع الأرض. نعم سأنتقل إليك أستاذ رائد، لا أدري أيضا إذا كنت تتفق بأن هذه المرحلة هي مرحلة توافقات الضرورة المرحلية، ولكن يعني لازلنا نتحدث أن هناك اتجاه تركي نحو روسيا أيضا ونحو إيران، يعني كيف يمكن للولايات المتحدة أن تقابل هذا الاتجاه خصوصا في ظل التصريحات المتضاربة الأمريكية والتركية في هذه الفترة؟ نعم طبعا اتفق انه هذه كلها تحالفات مرحليه تفرضها التطورات على الارض، وفي مرحله لاحقه سنرى اعاده نظر في كل ما يجري. روسيا اعادت نظر اكثر من مره في استراتيجيتها في سوريا، وان كانت طبعا هي اتخذت منذ التدخل العسكري المباشر في نهايه سبتمبر الماضي يعني اتخذت او وضعت رؤيه متكامله لوجود طويل الامد في سوريا. الان كل التكتيكات تجري انه كيف يتم التعامل مع المسألة على الأرض، وطبعا مع المسار السياسي في الوقت اللاحق. إنما الولايات المتحدة لا تنظر بارتياح بطبيعة الحال إلى التقارب بين موسكو وأنقرة، لكن أريد أن أشير إلى أنه هذا التقارب ضرورة ملحة للطرفين، ليس فقط على خلفية الوضع في سوريا. يعني الوضع في سوريا هو جزء من معادلة العلاقات بين الطرفين، إنما موسكو حريصة يعني لديها مصالح جدية باستئناف العلاقات وتعزيزها مع أنقرة والوصول إلى تفاهمات على مدى أوسع حتى من الوضع السوري. هناك يعني الوضع عموما يعني الآن يتحدث الروس بشكل واضح عن أنه مهما كانت سيناريوهات حل الوصول للتفوية في سوريا فسوف تنعكس على كل مجمل النظام الإقليمي في الشرق الأوسط، وهنا للتحالف بين روسيا وتركيا وإيران دور أساسي في هذه المسألة. إذن نحن أمام صحيح يعني توافقات مرحلية، لكن أمام محاولة بلورة رؤية مشتركة يعني قد تتخذ على المدى البعيد يعني على الأقل على المدى المتوسط بعد استراتيجي. في كل الأحوال نعم أستاذ رائد، يبدو أنك ابتعدت قليلا، الصوت غير واضح. نعم أستاذ رائد، حتى يعني نستطيع سماعك جيدا سأنتقل إلى الأستاذ أنس. أستاذ أنس، يعني برأيك كيف يمكن أن تستفيد تركيا من علاقتها مع الجانب الروسي؟
طبعا الاستاذ يعني ضيفك تحدث عن ملامح التحالفات، وفعلا هذا هو الواقع كما كنت اقول. هي تحالفات آنية ضروري اللحظة اليوم، ولكن لا نستطيع ان نجزم اذا كانت هذه التوافقات ستذهب باتجاه تحالفات ام لا، وعلى الاغلب ستذهب بهذا الاتجاه، وهذا قد يشكل مشكلة كبيرة لتركيا، بانه من الصعوبة عليها كما قلت في البداية ان تخرج خارج مظلة الولايات المتحدة ومظلة الناتو. الرمال السورية متحركة جدا وقادرة على جذب، يعني اليوم نرى توافق روسي تركي إيراني في قوس الشمالي، ونرى توافق سعودي إسرائيلي أوروبي معلن اليوم في القوس الجنوبي. هذه بداية تشكيل تحالفات جديدة، وهي خطيرة جدا فعلا، قد تعيد تشكيل وجه المنطقة، قد تعيد تشكيل وجه الواقع. ولكن هل ستسمح القوى العظمى الولايات المتحدة بهذه التحولات أم لا؟ هذا واقع صعب. نعم. في النهاية روسيا لا تستطيع الصمود لوحدها في هذه التحالفات، لأنها عمليا حاجة لبعد اقتصادي، بعد اجتماعي، نعم. وبعد سياسي، وبعد ثقافي حتى عالي لصناعة هذه المحاور. الأمور صعب أن نتحكم، يعني أن نتحكم فيها، أن نقول ماذا سيحدث. ماذا تستفيد بشكل مباشر وآني اليوم تركيا من روسيا؟ تستفيد منها عمليا على الأرض السورية، بمعنى حماية حدودها الجنوبية من الموضوع الكردي، حماية الأمن القومي التركي بهذا الأمر. روسيا اليوم لاعب أساسي على الأرض، على نعم. الأرض السورية وفي المنطقة، وهذا التحالف أو هذا التوافق مع الروس يهدئ الوضع الأمني في تركيا، ويسمح بإعادة النظر ربما نعم. بتحالفات سياسية. نعم، سأعود إليك أستاذ رائد إذا كنت تسمعني الآن. نعم تفضل. نعم أستاذ رائد، يعني أنا أعتذر على المقاطعة، ولكن صوتك كان قد تقلص فاضطرينا إلى العودة إلى الأستاذ أنس. يعني كنا نتحدث كيف يمكن أن تستفيد تركيا من علاقتها أو من تحالفها الروسي الإيراني، خصوصا أن نعرف أن تركيا أيضا إلى جانب الأمن القومي وإيقاف التمدد أو إقامة كنتور كردي في الشمال السوري لديها أيضا آمال بمنطقة آمنة. يعني هل يمكن أن تستفيد من ذلك تركيا من هذه التحالفات؟ يعني أعتقد أنه ليس تماما، يعني ليس كل ما تطلبه أنقرة من هذا المحور ستحصل عليه، إنما عمليا هناك تقاطع في المصالح بالدرجة الأولى يتعلق طبعا بإبعاد شبح الكنترول الكردي. هذا انا اعتقد انه سيتم تحقيقه على الارض. يعني الان هناك حديث يجري عن انسحاب قوات الى شرق الفرات، لكن طبعا لم يتم التاكيد حتى الان تماما انه تم انسحاب كل القوات، ولكن سنحصل على هذه النتيجه في المحصله النهائيه، وهناك رغبه روسيه بالوصول الى هذه النتيجه، هذا واضح، الامر بدا واضح. لكن انا بدات حديثي قبل قليل بالاشاره الى انه تشكل هذا المحور لا يستند فقط او لا يقوم فقط على تطورات الوضع في سوريا. سوريا واحده من الملفات الاساسيه طبعا لهذا على اجنده هذا المحور. نحن الان نتحدث عن علاقات اوسع من ذلك، عندما تناقش روسيا وتركيا حاليا استخدام العملة الوطنية في البلدين في التعاملات التجارية بينهما والاستغناء عن الدولار، هذا أمر مثلا لا يريح واشنطن. عندما يتم الحديث عن تعزيز العلاقات الاقتصادية بشكل مهين والوصول من 30 مليار دولار حاليا إلى 100 مليار دولار خلال سنوات، هذا أمر بطريقة ليس مريحا لواشنطن. في كل الأحوال أريد أن أقول أنه أعتقد أنه في المرحلة التكتيكيا هناك تقارب كبير في المصالح، لكن يتم محاولة بلورة محور سيكون له يعني إذا نجح الأطراف الثلاثة في بنائه بالفعل وفي الاتفاق في وضع تفاهمات أساسية، سيكون له دور كبير ليس فقط في تسوية الأزمة السورية، وإنما في الانتقال إلى الحديث عن تفاهمات وربما تسويات في منطقة الشرق الأوسط، يعني إعادة المشاركة بشكل فاعل في إعادة بناء النظام التقليدي. نعم أستاذ رائد، يعني بدأ من التصريحات التركية أنها تكذب، يعني على الأقل في تصريحين واضحين تكذب الجانب الأمريكي. يعني تركيا كذبت الولايات المتحدة عندما قالت أن قوات سوريا الديمقراطية انسحبت، وقالت لدينا صور في الأقمار الصناعية بأنها لن تنسحب، وردت أيضا اليوم على التصريحات الأمريكية يوم أمس بأن تركيا قد تتفق مع قوات سوريا الديمقراطية، وقالت أنه من غير
المعقول أن جمهورية تركيا هي دولة شرعية وذات سيادة يمكنها أن توضع على قدم المساواة مع ما أسمته أيضا منظمة إرهابية؟ يعني لماذا تأتي هذه التصريحات وهذه المناوشات الإعلامية على الأقل؟ هي انعكاس، هذه المناوشات الإعلامية هي انعكاس للواقع على الأرض، لأنه تركيا تعتبر أنه لم تنجز المهمة بعد، وهي تريد مزيد ممارسة مزيد من الضغوط على الأرض. هي اطمأنت إلى الموقف الروسي، اطمأنت أيضا حتى بالنسبة للنظام. بالمناسبة عندما يتم تسريب معطيات عن أن موسكو أبلغت النظام بالعملية العسكرية التركية تلفا، يعني فهذا أمر له دلالاته أيضا، هذا مؤشر مهم. إذا تركيا تريد أن تستمر حتى النهاية في هذه العملية العسكرية، وربما تذهب، يعني بالمناسبة كان هناك تسريبات من مسؤولين عسكريين روس أنه هذه العملية قد تستغرق أسبوعين، وربما تذهب تركيا في وقت لاحق إلى توسيع نطاقها أو بشكل أكبر. نحن إذا أمام يعني تشكل وضع ميداني جديد. بطبيعة الحال أنا أعتقد أنه سيتم استمرار هذه المعركة حتى يتم تحقيق أهدافها الأولية، أولا الانسحاب الأتراك، بمعنى عدم السماح بفتح هذا الكنترول الواسع في مناطق الشرق، وانتهاء إنهاء المهمة الأولى. بعد ذلك ربما يكون هناك تفاهمات روسية تركية على المرحلة اللاحقة. ما زلت أعتقد أن روسيا لن توافق على الذهاب نحو منطقة عازلة، لكن إذا تغيرت أهداف المنطقة العازلة، بمعنى أنه لن تكون منطقة عازلة بنفس محاط أردوغان السابقة برؤية جديدة، ربما تذهب بالفعل روسيا من أجل إحكام إغلاق الحدود، وهو مطلب روسي أساسي، ربما تذهب مع أنقرة لتعزيز الضغط باتجاه إقامة منطقة من هذا النوع. لكن أكرر أنه إذا تغيرت أهدافها عن الأهداف التي كانت أنقرة وضعتها في وقت سابق. نعم، سأعود إليك أستاذ أنس. يعني سمعت ما تفضل به ضيفي، واليوم أيضا تركيا تستدعي السفير الأمريكي في أنقرة للتعبير عن استيائها من تصريحات واشنطن. يعني إلى أين يمكن أن تنتهي هذه المناورات التركية الأمريكية؟ يعني تركيا إلى متى ستخوض هذه الحرب مع الجانب الأمريكي، أو الحرب الباردة إن أمكن أن تسميتها كذلك؟ لم تصل لمرحلة حرب، وإن يعني لا أعرف ماذا يخبئ المستقبل لتركيا عمليا في هذا السياق، لأنها أمور كما قلت تطورة جدا بالنسبة للواقع التركي. إلى الآن الأمور هي ليست حرب، ربما هي مناوشات أو يعني عدم ارتياح بين الجانبين فيما يخص هذا الحالة الحالية الآن في سوريا. نعم، لكن أستاذ أنس، يعني كيف يمكن أن نقرأ أن تركيا الآن تحارب قوات سوريا الديمقراطية، وقوات سوريا الديمقراطية تسير بدعم من طيران تحالف الذي تركيا جزء منه؟ يعني كيف يمكن أن نقرأ ذلك والقوات التركية تدخل الآن سوريا تحت غطاء التحالف وأيضا تحت موافقة روسية وموافقة إيرانية وموافقة ضمنية من النظام أيضا، وموافقة أيضا أمريكية لأنها تحت غطاء التحالف. يعني كيف يمكن أن نقرأ ذلك؟ كما قلت في البداية، اليوم الولايات المتحدة تدير عملية صراع إقليمي. يعني يجب أن ننظر، الولايات المتحدة ليست طرفا على قدم المساواة مع بقية الأطراف، هي طرف يدير هذه اللعبة ولكن يحتفظ بمصالحه، ومصالحه المصالح الأساسية هي فقط إدارة اللعبة وفقط كونتين، يعني احتواء هذه المشكلة الموجودة في الشرق الأوسط اليوم، لأن عمليا التوجهات الاستراتيجية للولايات المتحدة ليست هنا أبدا. الولايات المتحدة اليوم تبحث عن توجهات استراتيجية في الصين، في أفريقيا، وهذه المنطقة عمليا هي منطقة هدك، منطقة وجع رأس، أو يعني مشاكل بالنسبة لها. فكيف يمكن أن تدار هذه اللعبة بطريقة مقبولة بالنسبة لها؟ فهذا جيد، ليس هناك مشكلة يعني في هذا الأمر. هناك محددات لهذه المصالح. الولايات المتحدة الاستراتيجية الأساسية يجب أن تبقى، ويجب أن تبقى متفوقة، وبالتالي الشريك العسكري الأكبر المتفوق يجب أن يكون لها. لا يجوز لطرف أن يغلب الطرف الآخر بطريقة نهائية، وبالتالي يعني تخريجا لهذا الكلام، عمليا مثلا حلب، لا يمكن لأحد أن يسيطر على حلب كامل، هذا ممنوع. هناك يجب أن يبقى هناك توازن بين هذه القوى، حتى روسيا نفسها هي جزء من هذه اللعبة الإقليمية، ربما الطرف أقوى قليلا بين الأطراف، ولكن
هي طرف إقليمي، وبالتالي يجب على الجميع أن يبقى يتصارع. هي حرب استنزاف عمليا لكل القوى الموجودة على الأرض. لا تخسر فيها الولايات المتحدة أي شيء، ولكن الجميع يخسر. ثلاثة، لا يجوز السماح بكيان كردي، لا أحد يقبل بهذا الأمر، حتى الولايات المتحدة لا تقبل به. وعمليا انتهى هذا المشروع وقتل بهذا الدخول الرمزي حتى إلى جرابلس. هذه مرحلة، يعني الكيان الكردي الممتد من عفرين، أو يعني الذي يصل إلى عفرين، انتهت هذه القصة برفض جميع الأطراف الإقليمية لها. التوسع التركي، لا أعتقد أنه سيكون هناك قريبا توسع تركي كبير على الأراضي السورية، لأن هدف العملية وهدف التوافق المرحلي الذي تم مع الروس قد انتهى. إغلاق جزء إلى الحدود، تغيير في النظرة إلى المجموعات التي تقاتل في الداخل، المجموعات التي تدعمها تركيا والتي تقاتل في الداخل السوري، في مقابل وقف هذا الكيان الكردي. هذه توافقات المرحلة حتى تصبح تركيا تأخذ مساحة أكبر من الأرض. نحن في حاجة إلى توافقات أخرى، وبالتالي تبادل مصالح أكبر، وبالتالي انشقاق أكبر من تركيا عن الولايات المتحدة، وهذا أمر لا تستطيع تركيا أن تتحمله. لا ننسى أن هناك جزء كبير من الأكراد في الداخل التركي، أن هناك جزء كبير من المجموعات المسلحة، وأن هناك خطر أمني في داخل تركيا، ولا تستطيع تركيا أن تضبط هذه الأمور أبدا. المجموعات متغلغلة عمليا ضمن التسيير التركي، ويستطيع أي عنصر أن يقوم بأي عملية تفجيرية في أي لحظة. هذه أمور لا تستطيع تركيا أن تلعب معها. الواقع صعب جدا بالنسبة للأتراك. سيكون هناك تغيرات دراماتيكية حتى ربما في وقت لاحق على شكل الدولة التركية أعتقد، ولكن اليوم لا يمكن الحديث كما قلت عن تغيرات إلا بتبادل مصالح أكبر، وتبادل المصالح الأكبر يؤدي إلى مشاكل أكبر أو إلى تحالفات بطريقة أخرى. أستاذ أنس، يعني بالحديث عن المصالح، اسمح لي أن أعود للأستاذ رائد. يعني أستاذ رائد، في ظل هذه المصالح والتوافقات، تركيا التي دخلت الأرض وقررت أن تحارب بشكل علني وبشكل فعلي على الأرض، يعني هل هي مستفيد أم متضرر؟ وإذا كانت هي المتضرر، فمن هو المستفيد؟ نعم، بداية اسمح لي أن أوضح أمرا، يعني ورد الآن على لسان ضيفك الكريم، انه انا لم اعني عندما قلت توسيع العمليه التركيه، لم اعني ان تركيا ستذهب الى توسيع عمليتها، انما توسيع عمليه عسكريه على الارض، بمعنى ان يتم هناك اتفاق مع التحالف من اجل مواصله المعركه ضد داعش، وليس يعني بعد انسحاب الاكراد الى شرق الفرات. هذا سيناريوهات يتم الحديث عنها الان، وربما تكون موسكو مستعده للدخول في عملية من هذا النوع في وقت لاحق، إنما التفاهمات القائمة حاليا ما زالت يعني محصورة بالسيناريو الذي نشهده، يعني لم يطرأ عليه تغيير كبير. بطبيعة الحال تركيا الآن حققت إنجازات أساسية على الأرض، هي ما عرقلت بالفعل كما أشار ضيفك، عرقلت قيام أو الإعلان عن أي قيام أي كيان كردي، عادته إلى شرق الفرات. الآن لا يمكن الحديث عن تهديد من هذا النوع مباشر بالنسبة لتركيا، وهي فرضت نفسها بعد أن كانت عانت من عزلة في وقت سابق، هي فرضت نفسها على الأرض كلاعب مجددا، كلاعب يجب أن تؤخذ مصالحه بعين الاعتبار. وهناك تفاهم مع روسيا، وأكرر هذه نقطة مهمة، لأنه هذا أمر الآن واقع جديد مفروض على الأرض. هناك تفاهمات مع روسيا مرحلية صحيح، ولكنها تفاهمات قائمة ويجب أخذها بعين الاعتبار. لاحقا كيف تتطور الأمور ومن هو الخاسر الأكبر؟ أنا أعتقد أن سوريا هي الخاسر أكثر من كل ما يجري، لأن كل ما يجري هو حروب الوكالة على الأرض السورية. لكن الأطراف كلها تبدو الآن الأساسية، يعني أقصد الولايات المتحدة تحديدا وروسيا، يبدو أن هناك محاولة لإطالة أمد الأزمة. هناك فهم بأنه الوصول إلى اتفاق كامل مع الإدارة الأمريكية الحالية مستبعد بالنسبة إلى الروس، برغم كل الآمال والتفاؤل يعني جولات الحوار التي تجري بين كيري ولافروف، وحتى اللقاء المقبل في خامس من هذا الشهر بين أوباما وفلاديمير بوتين. لكن يبدو أن هناك ترجيح لانتظار الإدارة الأمريكية الجديدة من أجل وضع كل المسائل على الطاولة في هذا، يعني في هذا التوقيت، وانتظارا لوصول الإدارة الأمريكية الجديدة. هناك محاولة لفرض أمر واقع، بحيث أن تستلم الإدارة الأمريكية الجديدة أمرا واقعا جديدا، ويكون عليها تكون ملزمة بالتعامل معه. هذا ما يجري أعتقد حاليا، وهذا هو سبب يعني ذهاب روسيا، واحد من أسباب ذهاب روسيا إلى هذا التفاهم
مع تركيا على العملية العسكرية. نعم، سأعود إليك أستاذ أنس. يعني بغض النظر عن المعطيات الموجودة حاليا على الأرض من وجود خلافات عامة في المسألة السورية أو خلافات جذرية، يعني أيضا هناك طروحات أخرى تقول أن هناك لعبة عالمية وبأن الجميع في النهاية متفق على مصالح معينة، وهي هذه المصالح ربما ستقود إلى سوريا جديدة. يعني هل تتفق أو تختلف مع هذا الطرح؟ على الأقل إذا ما نظرنا إلى ما يحدث في شمال حلب اليوم، الجميع متفق والجميع موافق والجميع صامت عن هذه التحركات. كما قلنا، لا لا، ليس التحالفات الخارجية أبدا، وليس يعني منصوص بنظرية المؤامرة الكونية العالمية والتخطيط الدقيق لكل ما يجري. لا لا، في توافقات مرحلية اليوم فقط، لا أكثر ولا أقل، توافقات مصالح، توافقات ضرورة، ولكن ليس هناك توافقات استراتيجية طويلة المدى، وإلا لما لقينا حربا يعني عمليا على الأرض، ولما لقينا هذا العداء. الولايات المتحدة تتعاون مع روسيا اليوم، ولكن هذا لا يعني أن روسيا أصبحت حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة. ما زال عداء شديد، عداء بالمعنى يعني الاقتصادي والمعنى السياسي والمعنى الجيوستراتيجي وكل المعاني. يعني هناك توافقات مرحلية على الأرض السورية بالتأكيد، كما قال دايفك في موضوع الإدارة الأمريكية الجديدة، هي أمر أساسي. عدم القدرة على الوصول لتوافقات كبيرة هذا أجبر الأطراف على أن تقبل بتوافقات مرحلية. كان هناك حتى منذ سنتين هناك عدد من التقارير التي صدرت عن باحثين يعملون في البيت الأبيض عن كيفية احتواء داعش واحتواء الأزمة في سوريا عن طريق التوافقات المرحلية مع الروس يعني ومع الإيرانيين أيضا. نعم. توافقات مرحلية يمكن أن تهدئ الواقع. هذا هو كل ما يجري. ليس هناك أبدا رؤية شاملة طويلة المدى عند أحد، إلا الرؤية الأساسية التي تعمل فيها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، وهي الاستنزاف، حرب طويلة المدى تستنزف الجميع ولا تضر بالمصالح العليا للولايات المتحدة. رأينا حتى مشكلة اللاجئين عهدتها الولايات المتحدة لأوروبا، مشكلة المجموعات المسلحة عهدتها سواء لتركيا أو حتى لروسيا يعني بقدومها إلى سوريا ومحاولة إدارة الملف، كلها أمور تجري لاستنزاف دول المنطقة، لاستنزاف الواقع في هذه المنطقة لتتفرغ الولايات المتحدة لتوجهاتها الاستراتيجية الأخرى. هذا هو الواقع الوحيد الذي يمكن أن نبني عليه كل التحليلات المرحلية الأخرى. نعم، ما رأيك أستاذ رائد بما تفضل به الأستاذ أنس؟ يعني هل تعتقد أيضا بأنه لن تشهد المرحلة القريبة القادمة على الأقل، يعني ما تفضلت به لقاء أوباما وبوتين، نوعا من التوافقات العامة في الملف السوري؟ أعتقد أنه طبعا هناك تفاهمات يمكن أن توصل إليها، بس لكن التفاهمات محدودة، بمعنى أن كيفية تحسين الوضع الإنساني في حلب، قضية الممرات، الهدن وما إلى ذلك. إنما أبعد من ذلك، أعتقد أنه من المستبعد الآن الوصول إلى استئناف جدي للعملية السياسية، مثلا إلى خطة حقيقية من أجل يعني مكافحة داعش بشكل موسع. أعتقد أن الأطراف ما زالت مواقف متباعدة ولا توجد إرادة سياسية. يعني المشكلة الأساسية أنه لا توجد إرادة سياسية الآن في الوصول إلى تفاهمات أو اتفاقات شاملة من هذا النوع. هناك تطور قد يكون تكتيكي، بمعنى تعزيز التنسيق الاستخباراتي والأمني، تعزيز الوضع الإنساني كما قلت، دعم جهود دمستورة أو الإعلان عن دعم جهود دمستورة من دون أن ينعكس ذلك على الأرض بشكل قوي. أكثر من ذلك لا أتوقع، وأعتقد أنه سنشهد مماطلة جديدة لحين ظهور أو يعني معرفة تحديد هوية الرئيس الأمريكي الجديد. نعم أستاذ أنس، يعني في مفهوم التقسيم والحديث عن سوريا الجديدة وتقسيمات وما إلى ذلك، يعني نشهد أيضا عمليات أخرى موجودة على الأرض وهي الهدن والمصالحات، وقد شهدنا أيضا مغادرة أهالي مدينة دارية إلى إدلب، ونشهد أيضا اتفاق حي الوعرة في حمص اليوم أيضا المغادرة إلى إدلب، وأيضا الطرح في المعظمية المغادرة إلى إدلب. يعني ألا يبدو أن هناك مشهد محلي أيضا قد يكون انعكاس لاتفاقات دولية حول التقسيم أو سوريا الجديدة؟ يعني هذا موضوع بحاجة لتدقيق أكثر. يعني مسار المصالحات ضروري، ولكن هناك
تدقيق على هذا الكلام وعلى هذا الواقع. هناك واقع اليوم عسكري على الأرض وواقع دولي بوجود مناطق نفوذ في سوريا، هذا أمر لا يمكن لأحد أن ينكره. واقع إدلب وواقع المنطقة السورية وواقع وجود داعش وسيطرة ومناطق سيطرة السلطة السورية، هذا واقع على الأرض، ولكن لم يصل ولن يصل أبدا إلى فكرة تقسيم فعلي لسوريا بمعنى الشرعي بأن يكون هناك حدود مختلفة أبدا. هذا الواقع الفعلي على الأرض هو أيضا نتيجة لتوافقات الضرورة وللمرحلة العسكرية الحالية. يعني لكن هناك يعني سياسات تفريغ واضحة باتجاه أماكن معينة، يعني خلينا نقول هي ليست سياسات تفريغ، هذا لنكون واضحين، مع خلافنا الشديد مع السلطة على موضوع القيام ب أو كيفية إدارة ملف المصالحات، ولكن هذا واقع على الأرض، ليس بمعنى تفريغ أو ترانسفير أو تبديل تهجير على أساس طائفي، هذا أمر لا يعني ليس له وجود. المشكلة اليوم هي مشكلتنا مع المصالحات هي أنها ليست مصالحات، هي أنها مجرد هدن عسكرية أو مناطق فارغة، ولم تتحول الأمور يعني ليس هناك جدية في التعاطي لصناعة فعلا مصالحة وطنية حقيقية بين السوريين. أما هي ليست ترانسفير، هي واقع عسكري على الأرض. إذا كان هناك مجموعات مسلحة وكان هناك طرفين يعني متقاتلين وبحاجة لتهدئة المنطقة، فخروج المسلحين إلى منطقة أخرى هذا يعني ما له ترانسفير، هذا موضوع عسكري بحت لا أكثر ولا أقل يعني بهالمعنى. والمنطقة مدمرة عمليا، إذا حدثنا عن دارية لا يمكن أنه يتم الحياة فيها. إذا صار توافق مثلا في الغوطة أكيد حيكون الأمر مختلف، وحتى لو تم التوافق ونتمنى أن يتم التوافق في الوعر الأمر حيكون مختلف. موضوع المصالحات بحكمه عدة أمور، الأمر الأول هو وقف إراقة الدماء المدنيين مجانا، هذا أمر يجب أن يكون واضح وهي أهم نقطة العمل عليها. اثنين، استثمار ملف أو هذه التوافقات لإعادة فتح الجسور التواصل بين السوريين في مناطق الحصار والسوريين الآخرين، وأن يكون هي عملية بداية فعلا بناء مصالحة وطنية حقيقية طويلة المدى. السلطة تتعامل مع الأمر على أنه اتفاق عسكري فقط، تنتهي الأمور بانتهاء التوافق العسكري بدون أن نعمل على ملف المصالحة. يعني نوضح الأمر، في مشكلة بالملف ولكن ليس بالطريقة التي تم توصيفها. نعم أستاذ رائد، يعني لا أدري أيضا إذا كنت تتفق أو تختلف، ولكن يعني مراقبين كثر يرون أن هذا التفريغ السكاني هو مقدمة لاتفاق شامل على التقسيم في سوريا. يعني هو ربما يكون مقدمة من هذا النوع، لكن أنا أعتقد أن الدرجة الأولى هو يخدم أهداف عسكرية. أريد أن أذكر بأنه نفس ممارسات العسكرية من هذا النوع كانت يعني شفتها مثلا الشيشان خلال الحرب الشيشانية الأولى والثانية. يعني نحن أمام تكتيكات تستخدم عسكريا لخدمة أهداف عسكرية مباشرة أكثر من أن تكون هي لها استخدامات سياسية بالمعنى الشامل. نعم، يعني كم أيضا أستاذ رائد، يعني سأعود إليك في نقطة أخرى وهي أيضا في انعكاسات ما يحدث حاليا على الملف السوري. نتحدث أيضا عن انتقال سياسي ومرحلة انتقال قريبة، برأيك هل يمكن أن نخرج من هذه المناورات أو التوترات في اتفاق على انتقال سياسي حقيقي في سوريا؟ لا، يبدو أن هذا الأمر ما زال مستبعدا. نحن حتى الآن لا يوجد ما يوحي بأنه هناك يعني تمهيد لتسوية سياسية، أنه هناك حتى على بالملامح الأولى اتفاق من نوع ما، لا يوجد ما يوحي حتى الآن. بالعكس من ذلك، الصراع مستمر والصراع يتخذ أبعاد أقصى وأكثر تشابكا على الأرض، يعني حتى عندما لا يكون دمويا فهو أكثر تشابكا على الأقل. هذه المشكلة مستمرة، وأعتقد أنه ما زلنا أمام يعني لا توجد إرادة سياسية لدى اللاعبين الكبار بالوصول إلى تسوية حاليا بتقريب وجهات النظر، ولا توجد الوضع المتشابك على الأرض ميدانيا أيضا لا يخدم، بمعنى أنه هذا أمر يبدو مستبعدا على الأقل خلال المرحلة الراهنة. نعم، برأيك أستاذ رائد، يعني هل ستشهد المرحلة المقبلة تخلي من الجانب الروسي عن بقاء رئيس النظام بشار الأسد؟
لا، هذه ورقة يعني ورقة مهمة جدا بروسيا، وأنا لا أعتقد أن روسيا يمكن أن تضحي بها من دون أن تحصل على مقابل قوي. لذلك هذه المسألة ما زالت مؤجلة، بمعنى أن روسيا ليست يعني في مرحلة معينة ربما تتخلى طبعا عن الأسد، لكن الآن لا يوجد ما يدفعها لذلك، لا يوجد أي سبب يمكن أن يدفعها لأن تراجع كل حساباتها مرة واحدة. الآن هذا أمر ليس مطروحا على الأقل، وأعتقد أنه ستمر فترة قبل أن يعني تكون موسكو مستعدة للجلوس إلى طاولة الحوار. هذا في كل الأحوال مرتبط بحسب يعني الحديث سؤالك السابق، هو مرتبط بالوصول إلى تفاهمات شاملة، إلى الصفقة الشاملة إن صح التعبير، أحيانا يطلق عليها هكذا، بين روسيا والولايات المتحدة. إذا تم التوصل إلى تفاهم كبير من هذا النوع، ربما يكون هذا مؤشر أو يمهد لطرح رؤى تشكل منعطف أساسي في التسوية السورية. حتى الآن هذا الأمر غير متوفر، وأعتقد أنه لن نشهده خلال المرحلة المقبلة. نعم، برأيك قريبا. نعم برأيك أستاذ أنس، ماذا يمكن أن يتطلب الانتقال السياسي في سوريا من سواء من الجانب الروسي أو من الجانب الأمريكي؟ يعني ما هي النقطة التي يمكن أن يتنازل فيها الجانبان حتى نصل إلى هذا الاتفاق؟ يعني الواقع اليوم لا يسمح بهذا التوافق ابدا، يعني هناك تضاد رئيس بين هاتين القوتين، لان عمليا هذا الانتقال معناه تسليم طرف للاخر باداره المنطقه بشكل كامل، وهذا امر غير ممكن على الاقل في الفتره القريبه. هذه بحاجه لضمان توافق كل الدول الاقليميه على حصتها او على نفوذها ومصالحها في المنطقة، وعلى رأسها المحور الأساسي للصراع اللي هو السعودي الإيراني. نعم. خلينا نتحدث بطريقة أخرى، نقول ماذا يتطلب فعلا أن يكون هناك انتقال سياسي من وجهة نظر السوريين عمليا؟ ماذا يمكن أن نفعل في هذه الفترة؟ نحن أن نبقى فقط ننتظر أو نحلل التحالفات الدولية ونحلل التحالفات السياسية بدون أن نقوم بأي شيء؟ ما يتطلب بشكل أساسي الانتقال لسوريا هو تغيير رؤيتنا لهذا الصراع السياسي، رؤيتنا للدولة السورية التي نريدها، رؤيتنا لطريقة التغيير. اليوم الصراع لا يتعلق بأشخاص ولا يتعلق فقط بأن تتنازل روسيا أو أن ترفع يدها أو أن تسمح بهذا أو تسمح بذاك. عمليا اليوم نحن بحاجة لبناء قوى سورية قوية قادرة على صناعة هذا التغيير. كل المعارضة فشلت في أن تقدم نموذج جدي، السلطة متحكمة بالأمور ما زالت إلى حد الآن، ولم نستطع أن نقدم بديلا لا ثقافيا ولا أخلاقيا ولا قيميا ولا اقتصاديا ولا أي شيء لإدارة هذه المعركة، وما زلنا نتحدث عن معارك ربما غير ذات جدوى. معاركنا يجب نعيد تحديد هذه المعارك، أن نعيد وضع البوصلة وأن نعيد قراءتنا لهذه الأمور، حتى عندما تكون هناك مرحلة ما وقدرة، مرحلة ما أقليمية ومرحلة ما دولية مناسبة لصناعة التغيير في سوريا بالتالي نصنعه. وأنا لا أتحدث أبدا عن أشخاص ولا تغيير أشخاص، أتحدث عن تغيير فهم ووعي للحالة السورية عمليا. إلى اليوم لم يتغير أي شيء، رغم كل هذا الدمار وكل هذا القتل وكل هذا التقسيم وكل هذه المصائب، لم يتغير أي شيء في سوريا ولم نحقق أي شيء مما خرجنا للمطالبة به في 2011. نعم، أستاذ رائد، برأيك إلى ماذا سيقود هذا التوتر التركي الأمريكي وكيف ستنطفئ نيرانه؟ أستاذ رائد، هل تسمعني؟ إذن يبدو أن هناك خلل في الاتصال من المصدر. يعني سأعود إليك أستاذ أنس، يعني برأيك إلى ماذا سيقود هذا التوتر التركي الأمريكي وكيف يمكن إطفاء نيرانه؟ يعني التوتر كما قلنا سابقا ما زال محدود، ما زال هناك قدرة على ضبطه. زيارة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تركيا كانت محاولة جدية في هذا الأمر. ما زالت الأمور قادرة على، يعني ما زال هناك إمكانية لضبط هذا التوتر. أين يمكن أن يذهب؟ فعلا الأمور مفتوحة جدا، يعني قد يذهب ربما إلى تقسيم تركيا أو إلى
محاولات اغتيال او محاولات كسر لهذا المسار في حال استمرت تركيا باتجاه تحالف استراتيجي طويل المدى، وقد يذهب باتجاه آخر في حال رفضت تركيا هذا الأمر وبقيت في موقعها، فسيكون هناك عمليات أمنية، عمليات عسكرية داخل تركيا، عمليات تفجير. يعني الأمور مفتوحة، والوضع التركي فعلا وضع قلق وصعب جدا في هذه الفترة الحديثة. ما يهمنا أن عمليا هذا الواقع التركي سيؤدي إلى تهدئة الحرب السورية، وهذا أمر هام ومطلوب وضروري جدا كيفما كانت هذه التهدئة، لأنها عمليا حرب عبثية على نعم. الأرض غير منتجة أبدا في نعم في الحل السياسي. أستاذ أنس، يبدو أن الأستاذ رائد عاد إلينا. أستاذ رائد، برأيك كيف إلى أين سيقود هذا التوتر الأمريكي التركي؟ يعني أنا أعتقد أنه طبعا الطلاق النهائي بين واشنطن وأنقرة مستبعد جدا، مستحيل. نحن أمام توتر مرحلي له ظروفه، ستستأنف العلاقات، لكن على أساس ربما يعني بعض توازنات جديدة. طبعا أنقرة تريد الحصول على أكبر مكاسب ممكنة، واشنطن أيضا منشغلة الآن، لذلك أمام مرحلة إنما لن تستمر طويلا. وأعتقد أن بالمحصلة النهائية سنشهد خلال الشهور القادمة تطورات على هذا يا نعم. إذن يعني في الدقائق الأخيرة من هذه الحلقة سأطلب منكما ضيفي الكريمين الإجابة بكلمة أو بأكثر على سؤال الحلقة الرئيسي: هل ستدير تركيا ظهرها للغرب؟ وأبدأ معك أستاذ أنس. لا، من الصعوبة جدا أن تدير ظهرها، هي تحاول أن تصنع أوراق وأن تصنع واقع جديد يعزز وجودها ضمن التحالف الغربي، على الأقل هذه رؤيتها، ولكن الواقع إلى أين يأخذها؟ أستاذ رائد. نعم، أتفق تماما مع هذا الرأي. أعتقد أن التطورات أيضا على الأرض سيكون لها دور أساسي، لكن لن تدير أنقرة تماما ظهرها، هي تريد توظيف كل الأوراق الممكنة بالتعاون، يعني من خلال الملف بالعلاقات مع روسيا، من خلال مجموعة من الملفات الأخرى لتعزيز مواقعها أكثر، وليس لإدارة ظهرها لواشنطن. مستمعينا، في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي الكريمين، المحلل السياسي أستاذ رائد جبر، المعارض السوري أنس جودة، ورئيس حركة البناء الوطني. شكرا لكم مستمعينا، لكم ولسوريا. السلام. عاشت الثورة، سوريا مع الثورة.